السيد شكري بالعيد، الأمين الوطني الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية. أهلا وسهلا بك في مدينة نابل وعلى جريدة انفستيغون تونيزي. يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بجمهورك ومستمعيك ومشاهديك. شكرا سي شكري، شنو تقييمكم لاجتماع حفل افتتاح المؤتمر الجهوي نتاع الحزب نتاعكم واللي شهد حضور شخصيات من أحزاب عديدة ومنظمات في مدينة نابل؟ افتتاح ناجح نتاع مؤتمر جهوي نتاع حزب، ما فماش برشا احزاب في تونس تعمل المؤتمرات الجهويه. مؤتمر افتتاح ناجح لانه عبر مره اخرى على روح الجبهه الشعبيه، على انه الائتلاف والتحالف، عبر على التجميع المدني لكل قوى النيره والتقدميه، خاصه بالنسبه لولايه نابل اللي هي ولايه ذات زخم كبير، هي ثالث اكبر ولايه في البلاد، هي ولايه تزخر بالطاقات والكفاءات، هي ولايه فيها برشا نخبه، هي ولاية معروفة بمستوى التمدرس والتعليم العالي فيها، هي ولاية نسيجها الاقتصادي متنوع، وهي ولاية متاع الكد والعمل والجد والنشاط والحيوية رغم الإهمال اللي تعرضت له عشرات السنين من كل الحكومات السابقة، في حين أنها تبنت بمجهود بناتها وأبنائها. لذلك علاقتنا بنابل علاقة خاصة واستثنائية. علاقة بنابل هو أنها الولاية اللي تتأثر أكثر من غيرها بالوضع السياسي العام، وقليرين العنف وقليرين الإرهاب، تأثر هذا على نابل وأثر على السياحة وأثر على عيش الناس وأثر على وضعهم وأثر على حياتهم المتسامحة والمنفتحة، لأن ولاية نابل من أكثر الولايات المنفتحة وعلاقات الناس فيها انسيابية وسهلة برشا، أثر عليها سلبا. لذلك اليوم فما مشاكل تحل داخل نابل، وهذاك حزبنا باش يقوم لهنا من خلال اللوائح والمقررات والتوصيات والمقترحات والبدائل المتعلقة بجهة نابل، لكن أيضا ثم مقترحات وتصورات لا تحل إلا على مستوى وطني، مثلا قضية العنف لا يمكن أن تحل إلا على مستوى وطني، قضية الاستقرار والأمن لا تحل إلا على مستوى وطني، قضية القطع مع الإرهاب لا تحل إلا على مستوى وطني، قضية توفير مناخ إيجابي للعمل والاستثمار لا تحل إلا على مستوى وطني. فكما تشوف النابل عندها وضع استثنائي وخاص، وهذا يطلب من مؤتمرنا العشية كي وصل أشغاله أن يفكر بانتباه شديد في هذه المسائل. نسق تقدم مؤتمرات الجهوية للحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وشنية البلايات المتبقية اللي ما زلتم مقمتوش بها في بالمؤتمرات الجهوية متاعكم؟ مازالوا على ما أعلم أنه الجمعة الداخلة إن شاء الله باش نعملوا مؤتمر جهوي متاع جندوبة وسيدي بوزيد والمهدية وزغوان، وتكون انتهت المؤتمرات، ونهار 2 فيفري آخر مؤتمر اللي هو مؤتمر الكاف، فيما عدا ذلك الولايات كل عملناها، وبعدها باش نعملوا أيضا نهار 26 و27 مؤتمر المنظمة النسوية للحزب، وهكاك يكتمل بناء اللجنة المركزية وبناء هيكلنا الجهوية واللي هي تعليمات المنظمة، مش وصايا، نحن مكلفون بإنجازها والانضباط لها. عملنا فيها خطوة، كانت لنا تجربة كبيرة قاسية تعبنا فيها، تعبوا فيها المناضلين والمناضلات، تعبوا فيها رفاق الشباب والشابات، اتحاد الشباب الوطد لعب دور أساسي في عملية البناء هذه من خلال المجهود اللي بذلوه. فاليوم نحس بأنه حزبنا قاعد يأسس في هياكله ويركز في مؤسساته ويتجاوز منطقة المبادرة ويتجاوز دور الأفراد. بالنسبة للتطورات الأخيرة لمشاوراتكم مع كل من الحزب المساوي الاجتماعي والحزب الجمهوري، خاصة بعد المسيرة الأخيرة اللي عدت سوا اللي كانت مشتركة بين ثلاث أحزاب؟ هو المشاورات هذه والنقاشات متواصلة، لأنها متعلقة بقضية العنف من جهة، ومتعلقة والتصدي له، ومتعلقة بإدارة ما تبقى المرحلة الانتقالية وتفعيل مبادرة الاتحاد، وهذا نلتقي فيه مع هالقوة هذوما وغيرهم، لأن أيضا عندنا لقاءات مع القطب الديمقراطي، عندنا لقاءات مع حركة الشعب، عندنا لقاءات مع عديد بالديمقراطيين ومع الجمعيات والمنظمات، لأنه نراو أنه المسألة اليوم هي مسألة وطنية تهم كل القوى للتصدي للعنف أولا، ولإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مدني سلمي وفي مناخ إيجابي ديمقراطي يحقق مبتغى وأهداف ثورة شعب تونس ويصل البلد البر الأمان بإجراء انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية شفافة طبقا للمعايير الدولية. وهذا يطالب تكاتف كل القوى المدنية اللي نحميه فيه مجال الأحوال الشخصية، ونحميه فيه وحدة التعليم، نحميه فيه مدنية الدولة، نحميه فيه وحدة القضاء، نفرض فيه دستور ديمقراطي فيه الحد الأدنى، هذا كله نلتقي فيه مع عديد من القوى اللي نحن بصدد التشاور معها في هذا الجانب. لذلك أنا في تقديري أن المشاورات ستتواصل والجبهة الشعبية منفتحة وما عندهاش مشكلة في هذا الجانب. سي شكري، بالنسبة للحوار الوطني اللي قد سيحصل، ما هي المقترحات اللي بتقدمها الجبهة الشعبية على طاولة الحوار كقوة معارضة أساسية اليوم؟
قدمنا نحن مشروعنا مكتوب قدمناه في المؤتمر، سواء تعلق برزنامة التواريخ، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الفورية، سواء تعلق بالدستور، سواء تعلق بالأدات اللي هي الحكومة. وطرحنا في حكومة كفاءات وطنية من 15 وزير، بيكون فيهم حتى واحد متورط مع النظام السابق، وما فيهم حتى واحد يترشح للانتخابات القادمة. قدمنا الوثيقة هذه ونحن بصدد نقاشها. الإيجابي أنه أغلب القوى السياسية أصبح حتى تبنى جزءا رئيسيا من مشروع الجبهة، بما فيهم الرئيس المؤقت للجمهورية اللي أصبح يقرر أنه طبعا أصبح يتبنى جزء أساسي من موقف وقراءة وبرنامج ومقترحات الجبهة الشعبية. وهذا في تقديرنا إيجابي، يأكد أنه تمشي الجبهة هو تمشي وطني، ما هوش تمشي فئوي. اللي يهمنا هو مصلحة البلاد، مصلحة شعبنا، مصلحة تونس، مصلحة بناء مؤسساتنا الديمقراطية، مصلحة إنجاح المرحلة الانتقالية بشكل يخلي تونس في قلب الحدث بالمعنى الإيجابي، بالمعنى الخلاق اللي يأكد استقرارها ونموها وازدهارها. سؤال ما قبل الأخير، كثير ما انتقدت الحكومة المؤقتة بدعوى عدم تحقيقها الأهداف الثورية، لكن لماذا نرى الأستاذ شوقي بالعيد يصل إلى أقصى درجات التنديد والنقد ويسميها بحكومة حماية العنف والمجرمين والالتفاف على الثورة؟ والله وقت تجي أنت حكومة ما تاخذش حتى قرار، ما تعتقل حتى واحد من الميليشيات اللي يضرب ويعنف والكاميرا وتتصور فيه ووكالات الانباء تعديه وقنوات التلفزيون تعديه، هذا يا جريمة. وقت اللي راهو الحكومة هذه اللي تشد فلان وفلتان صغيرات، اللي يسرق عظمة نشدوه ندخلوا الحبس، اما اللي يسرقوا المليارات تحميه تبتزوا. نراو العدالة الانتقالية متحققتش، نراو المحاسبة الحقيقية متمتش، نراو قتل الشهداء يمرحون ويسرحون، نراو القضاء غير مستقل يخدم بالتليفون، الراوسي علي العريض يحب يعمل أمن حزبي مش أمن جمهوري، هذا كل يخلينا البطالة مازالت إلى آخره. اش تحب نسموه؟ نسموها حكومة الإنجازات، إنجازات الصفر. هذه حكومة الإفلاس والفشل، هذه حكومة فيها 102 بين وزير وكاتب دولة ومستشار برتبة وزير ومستشار برتبة كاتب دولة وامتيازاتهم. هذم وزراء تعاركوا على دوزيام فوتور، هذم وزراء لم يشتغلوا يوما في حياتهم، ومع ذلك جاءوا يجربوا في عدم خبرتهم ومعرفتهم في التوانسة. تحبنيش نقول عليهم هذوم؟ إضافة لهذا، هذوما ناس رينام كيفاش يهرولوا مع قطر، كيفاش يهرولوا مع الامريكان، كيفاش يهرولوا ضد سوريا مع عصابات القتل الاجراميه السلفيه في سوريا. رينام كيفاش توا مع كي نزلوا مع الفلسه ولا مع فرنسا في مالي الى اخره. يعني هذه اللي عندهم سياسه ولا عندهم خيارات ولا عندهم توجهات ولا عندهم برامج، واكثر من هذا همشوا القيادات الاداريه في الاداره التونسيه، وهم كثر وهم اكفاء وهم أصحاب أيدي بيضاء ونظيفة، ألغاوهم وهمشوهم. إذن وريتوا لا 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 لا، ثم الناس نظاف يعرفون مش تجمعين، مش تجمعين يعرفون مش تجمعين، لا لا يعرفون أنظف منهم يعرفون، ما لكن أقصاهم، لأنه هذوما يحبوا يحطوا إيدهم على الهيكل الكل ومؤسسات الكل، لأنه مشروعهم مش مشروع بناء دولة ديمقراطية، مشروعهم بناء دولة استبداد الحزب الواحد الدكتاتورية. سؤال أخير شكري، فيما يخص قضية الدستور وخاصة الخلاف حول خاصية النظام المختلط وبالذات صلاحية كل ما رئيس الدولة وصلاحية رئيس الحكومة، شنو مقترحات الجبهة الشعبية في هذا الإطار؟ هو المقترح نتاعنا نحن مع نظام مختلط، فيه رئيس ينتخب من طرف الشعب مباشرة وتكون عنده صلاحيات فيها بتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة ويترأس الجيوش، وأيضا له حق الاعتراض الأول على التشريعات، ويساهم في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، في حين السلطة رأس السلطة الثانية هي الحكومة برئاسة رئيس حكومة يعبر على الأغلبية البرلمانية، عنده سلطة تنفيذية، برلمان يشرع ويختص في التشريع دون غيره مطلقا، لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة عليه أن تشرع، وأيضا محكمة سلطة قضائية مستقلة يحكمها مجلس أعلى القضاء مستقل منتخب من طرف القضاة، يقوم على أساس قانون أساسي للقضاة يكرس المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ومحكمة دستورية تراقب دستورية القوانين والمراسيم، مع مجالس عليا مختصة ذات طبع استشاري ملزم، والأهم من هذا هو الديمقراطية الجهوية والمحلية بقيام مجالس جهوية منتخبة من الأهالي في كل ولاية لها استقلالها المالي وميزانيتها المالية اللي تكون أداة الحقيقية للتنمية الجهوية. هذا الهيكل العام للنظام السياسي الديمقراطي اللي تقترحه الجبهة الشعبية، ولليوم أنا متصور
سيفرض لأنه يلبي احتياجات الشعب ولأنه أصبح حوله رأي عام واسع نطاق يدعم ويعز بما في ذلك خيرة نخبنا من أساتذتنا الأجلاء في القانون الدستوري كما أستاذنا الصادق بالعيد كما أستاذنا قيس سعيد كما الغرايري كما أبو سرسار إلى آخره مجموعة من نخبتنا فهمتني كما الأستاذ عياض بن عاشور إلى آخره هذم كلهم يتمشوا في التمشي هذا الواسع لذلك الجبهة مرة أخرى عندما اقترحت تصورها ما أخذتش بعين الاعتبار مصالحها كجبهة بل طرحت نظام سياسي مستقر ديمقراطي يخدم البلاد. سيد شكري بلايد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بين الجبهة الشعبية شكرا لك على هذا الحوار ومرحبا بك في نابل ونخلي لك كلمة الختام. إن شاء الله نابل الموحدة المتضامنة المتسامحة الجميلة تنتصر. إن شاء الله نابل اللي هي جزء عزيز من تونس ودر تونس تنتصر بالإنتاج وبالعمل وبالاستقرار وبالإبداع وبالتسامح وبالأخوة وبرفض العنف جزء أصلي أصيل عزيز من تونس. شكرا لك.